فيها 7100 متر راهي في الاسم ديال الامن حاليا. الامن كيستناو حتى هما لما تكون عندهم الفلوس باش غادي يجيو يبنيو ويديروا لنا هاد المفوضيه. هاد النقطه درجناها واحد 10 المرات ودرنا واحد النقطه سجعنا بها هاد الناس ديال الامن، قلنا لهم في الوقت الحالي الا بغيتو تجيو حنا نعطيو لكم البنايه وحنا نجهزوا لكم هاد البنايه ونشتغلوا في المدينه ديال الدروش. لكن الامر عنده دابا الحاح اكثر، الا شفتوا غير في هاد الدوره ديال شهر فبراير تكلمنا على مثلا الفوضى اللي كتعرفها المحطه الطرقيه ديال الدروش، النقطه اللي تكلم عليها كنظن السي رشيد البركان. هاد النقطه كانت مهمه، راه اذا كان عندنا المحطه تما وكان معها البوليس راه كاين ضغوط طبيعه الحال ما يسمى بالسيل والجوانب داخل المدينه. اذا ما عرفتش كون طرح هاد النقطه باش نعطيو يتكلم عليها شويه. المديريه افضل من يعني المفوضيه باش يعني نمشي ندير لا كارت ديالو هنايا والمدينه ديالنا كتوسع وان شاء الله كما قلت انت يعني الناس مشاريع جايه في المستقبل يمكن غادي تجي العامله وغادي يجيو الناس. ملي كديروا مثلا دريوش سي في ولا شي مواقع اخرى كنشوفوا بانه كاين مثلا ارتفاع مثلا في الجريمه ولا لابريساج ولا يعني مثلا احتيال الملك العمومي ولا كما قلت انت يعني واحد الفوضى في مثلا في المحطه ديال التاكسيات. يعني بالضروره خصنا مديريه مادام اننا مركز ديال الاقليم باش ما تمشيش لشي بلاصه اخرى. حنا بغينا اي مصلحه على الاقل العماله تبقى في الدريوش. وشكرا. ما عرفاش جاو الناس ديال الشرطه باش داو البلاد، داو على حساب مديريه اقليميه ماشي جاو المفروض دينا البلاد وعلى حساب مفوضيه اقليميه. المفوضيه الاقليميه هي كيكون فيها لاكارت، كيكون فيها حس السيره، كيكون فيها بزاف ديال الحوايج. وحنا طلبناهم جوج خطر، حنا كنطلبوا الناس ديال الشرطه من شكرا جزيلا لكم. بداية أشاطرك أيضا السيد الرئيس على هذا المجهود اللي كتقوم به من أجل استتباب الأمن في المدينة، وأشاطر باقي آراء الإخوان ديالي فيما يخص المديرية أفضل، حيث المدينة كتوسع كتشهد نمو ديموغرافي كبير، كثافة سكانية والمصالح الإقليمية راه كتزاد. وكيف كتشاهد مثلا انه مثلا المدينه كتعرف اختناق في المجال ديال المرور، المجال ديال بحال اللي قلنا الطاكسيات، وعندنا اقاليم مجاوره مثلا راه باش يجي لك السيدي ديال لاكارت يمشي حتى مثلا باقي كيمشيو للناظور من الكور راه شي 100 كيلومتر ولا بس بعيد، هذا نوع من الاجحاف في حق السكينه. اضف الى ذلك الناس ديال عين زوره والحدود ديال مزكيتام ومن حتى البحار الى اخره. اذا نفكروا بجديه جميعا ان شاء الله باش نفكروا في مديريه اقليميه افضل. وشكرا الرئيس، شكرا للسادة الاعضاء. نحيي من هذا المجلس الشرطه والمصالح الموازيه على مجهوداتها لمواطنينا الجبار التي تقوم بها لاجل سلامه بلدنا العزيز، ونحيي جميع الذين يسهرون على ممتلكات مواطنينا. لذلك نطلب من السيد الرئيس ملتمس لاحداث مركز اقليمي للشرطه في المديريه الاقليميه. وشكرا سيد الرئيس. اولا نوه تدخل سيد باشا تدخل سيد الرئيس هذا المداخلات، وانا اشاطر زملائي المداخله ديالهم في طلب احداث مفوضيه الامن. كما اشار الاخوان اننا علينا نطلب او يعني مديريه اقليميه بمدينه دروش لحجم المدينه وكذلك تطلعات الساكنه من دروش. وتحيه ايضا. شكرا امين. تحسنكم ديال الشرطه اللي خاصها تكون في دروش بغيت غير الملتمس ديالكم وخا كنتو درتو في الفترات السابقه كتضمن المعطيات الجديده منها مثلا غير ملعب ديال الاصلاح
ديالو ولا كيعرفوا واحد العدد ديال المباريات، طلبوا الناس ديال الدراسه بقاو الصراحه ما بقاوش قادرين باش بالعدد اللي عنده باش يوقفوا غير الماتشات ديال الكره، السبت الاحد وما بالو كيقولوا بعض الوقت. اضافه الى هذا كاين معطيات جديده، كاين المستشفى الاقليمي اللي كاين تما، وكاين ربما ان شاء الله في القريب تكون المحكمه، وهذا راه كيستدعي بالضروره هاد الناس هادو خصهم سميتو بالنسبه للشرطه خصها تكون هاد المدينه، رغم انه الحمد لله زعما نسبه الاجرام قليله، ولكن راه الشرطه بالنسبه للمصالح الامنيه راه ماشي غير تحت يكون الاجرام غتكون، راه كاين مصالح ديال المواطنين كيما هضرت الاخوان ديال البطاقه الوطنيه، البطاقه الوطنيه اللي الدوله ديالنا كتساعد التعليم ديال البطاقه الوطنيه، كاين المصالح ديال الشوارع ديال المواطنين اللي كياخذوها واللي كيطلبوا داخل المدينه المجاوره، اذا الملتمس خصو يكون تيشمل على المعطيات كامله، والله بانه يكون مستجاب. شي حل اللي غنفكر به بطبيعه الحال هو راه مع السيد في المحكمه كيقول بان حكمت عليه، هو هذاك المستير في الاسكان هو اللي غيجي يفك المشكل، اما غيعطيهم الفلوس ديالهم ولا غيضبط مع هذاك السيد يعطي مسائل. سي رشيد عنده هاد المهمه هذه، هذا كيتسمى عمل الانساني. حنا عندنا مجموعه صيادله في دريوش الحمد لله قاريين وواعيين كلهم، وكنعتبرهم دكاتره، انما هذا الحس الانساني اللي كنتكلم عليه الى ما نضش هذا القطاع، يعني من تلقائي نفسه كما كنقولوا وينظم راسو ويقول لك اودي غادي يديروا البيرمانونس الديمومه. لما كنتكلموا على الديمومه كاينه ديال الليل وكاينه الديمومه ديال الاعياد والايام ديال العطل، على سبيل المثال نهار الاحد ويدخل عندك واحد الدريوش ولا واحد ولد في الدريوش مرض لينا ولا خصو يعني واحد الدواء اللي هو بسيط ويدوز على الصيدليه تكون يلقاهم مسدودين، فأنا أقول عجب، يعني عجب أن هاد الصيادلة كلهم ما عندهمش هاد الحس ويقول لك أودي رأينا شي واحد جا بغا يشري الدواء في نهار السبت من بالليل، جا في نهار الأحد من بالليل، واحد مرض في 12 ديالي قالوا له في السبيطار ضروري تمشي تجيب هاد الشوكة دابا، يقول له الصيدلية مبلعة ويمشي كيجري حتى البلطي يقول له بيضاء، عيب وعار اللي كنشوف أنايا، كان من المفروض نعم تفضل أسي الحاج. الأعضاء الحضور الكريم الصحافة المحلية. بالنسبه ليا السيد الرئيس هاد النقطه كان عليكم بعدا عيطوا الممثل ديال الصيد نقل الصيد ديمو ما كاين، الديمو ماشي ما كاينش، كاين نهار السبت وكاين نهار الاحد كاين في الاعياد، ولكن الليل ما كاينش كيخدموا حتى 9 ديال الليل كيسدوا، لا يعقل بنادم مريض جا وجع الليل 12 ولا الوحده الليل فين غيمشي، ولو مشى لوبيتال ما كيلقاش الدواء غيمشيو يدوزو ويعطيوه ورقه يقول له سير شري الدواء، منين غيشري الدواء؟ كان عليكم تعيطوا لشي واحد يمثل الصيادين باش نناقشوا معاه. انما بغيتكم زعما غير كتعطيو واحد القيمه يعني لهذا الاجتماع اللي غادي نديرو في الايام المقبله القليله مع الصيادله كلهم، لان باش غادي ننظموا الحراسه ديالهم الليليه سي طريق، باش ينظموا هذه الحراسه الليليه قلت في الحد والست والعيال كيحلوا، انا نقول لك لا في العيد الصغير ما تلقاش فارماسيه مفتوحه، في العيد الكبير ما تلقاش فارماسيه محلوله، اسمح لي. ما هضرتش على العيد الصغير، هي الوطنيه. اي ولكن ما منظميش بصفه عامه، ما منظميش، اما حنايا لو كان كنهضروا النظام، حنا بعدا غير عند اللوحه ديال الاعلانات لقيت ما معلقي الحراسه ديال الشهر، يعني ذاك النظام ديال 3 شهور ديال 4 شهور، تدخل مثلا في الدريوش سيتي تلقى في صيدليه الحراسه لهذا اليوم فلانه، يعني بغينا ذاك الشيء يكون منظم. ويكونوا متفقين عليه ماشي جميع الصيادله، انا اضطريت اخويا طوري باش ما نعيط حتى لشي صيدلي باش ناخذوا القرار بيناتنا، يعني من بعد نعيطوا للصيادله ونديروا معاهم واحد الجلسه في هذا الاطار هذا وننظموهم بطريقه يعني روتينيه ولا يوميه ولا شي باش احنا عدد لاباس سديد، ولكن مع الاسف ما كاينش واحد ما منظميش ما مقطريش واحد الاطار اللي هو واضح للصحيح المحلي. تا هما كيطرحوا بعض الاشكالات من بينها مع الاسف النقطه اللي هضرنا عليها ديال غياب الامن، لانه كاين كيقول لك كنبقى بالليل هنايا مع جوج ثلاثه ديال الليل كيجيو هذاك لوشار كيطلبوا بعض المواد اللي هي اللي كيبغوا يطرحوا عليهم هذا، كاين بعض المشكل كيطرحوا. اضافه الى ذلك كاين حتى هما راه سميتو الصيادله ولا السخرين راه كيضربوا على الديمومه، كيكون واحد المنافسه على الديمومه، علاش؟ لان كتكون لاكتيفيتي احنا عندنا حتى بالنسبه كاين المركز الصحي فيه داك سميتو فيه واحد
استمراريه عطاوهاش بانه مصلحه ديال الاسبيتو ما كاينش المستشفى ما كاينش هادي في المستقبل ولا بد هما براسهم يعطيوك واحد الدليل في انتظار ذلك انا كنقترح على السيد الرئيس باش نديروا اجتماع معاهم نديروا اجتماع مع جميع الصيادله وكنظن بانهم حتى هما غيطرحوا المشاكل اللي عندهم وغنوصلوا لواحد التنظيم لواحد الحل لهذه المعضله هذه لانه بالفعل بعض المرات الانسان كيوصل توصل 10 الليل ولا 11 الليل ما كتلقاش وماشي كل شيء الناس عندهم الامكانيات باش يتبصا وكاين المدن المجاوره باش يشري الضوء اذا كاين هذه الاشكاله هذا وكنظن بانه حتى هما الا درنا اجتماع وصنفنا لهم المشاكل ديالهم وغنلقاو واحد شويه لهذه الوضعيه هذه وشكرا كلمة السيد الباشا يعني اعترفتي ضمنيا ان الجماعة الحضارية بمدينة الدريوش عندها واحد العجز مالي ياك دابا حنايا شنو بغيت نقول لك سعادة الرئيس حنايا في هذه اللحظة هذه خصنا نبحثوا عن شراكات مع جماعات أخرى توأمت مع شراكات أخرى باش حنايا يعني نطوروا الموارد الذاتية ديال الجماعة باش ديروا واحد الاكتفاء ذاتي باش مابقاوش الناس بقاو يغلطوا علينا غير على الضروية ديال الزبد ولكن كيبان لي سعادة الرئيس انا نجي هنايا وكنناقش معك الصيادلة ماشي صحيح علاش؟ انت يا كرئيس المكتب ديالك دير واحد الاشعاع دير واحد المراسلة لهاد الصيادلة ينظموا راسهم براسهم يديروا تعاضدية ويديروا نقابة ولا يديروا شي حاجة فهم؟ يعني مؤخرا غير الحلاقة مثلا يمكن الصيدلي يمكن يكون عنده واحد النيفو واحد المستوى اقرا ولكن الحلاق راه يمكن مسكين يدوز ديبلوم يمكن ما يكونش عنده واحد النيفو نظموا راسهم داروا النهار ديال العطلة يعني وحدوا الثمن وحدوا راسهم مابقاوش يجيو هنايا للدريوشه راه كنعرف واحد اخر كبير سعادة الرئيس مابقاوش يجيو يناقشوا بالجزارة ولا الحلاقة ولا الصيادلة وما استسمح حنا عندنا مشاكل خصنا نلقاو لها حل بدنا نشوفوا الموارد يعني الموارد الذاتية ديال الجماعة نشوفوا لها شي حل باش غادي نكونوا في مستوى تطلعات هذوك الناس اللي صوتوا علينا وهذوك الناس اللي كيديروا الثقة في المجلس واش تسمعي ماشي مشكل الأمن راه كيبقاو الحوانت هنا حتى الصباح السيد العامل كيقول لك الأمن عندنا حنا ماشي مشكل ما كاينش إجراء ما كاين هذا الصيدلي إلا كانت درتي معاه اجتماع راه غيخرج لك بواحد ذاك كنقولوا حنايا هاي علاش ما يديرش هو السرجم؟ السرجم غادير شباك وغيبقى تما حليف البقاء السرجم كيبقى كيجي بلا ما كاينش كيجي من مثلا من بني ونيش المستعجلات انا حضرت لهم شحال من مره كيكتب له ورقه كيقول له هاك هنا كيقول له هاك فين غادي يمشي يعني؟ ماشي مسدود واه فين غادي يمشي؟ اذا هذا السيد غادي يمشي حتى غادي يشري الدواء هما يمكن كيقول لك كتقول له اعطيني الدواء من كيقول لك فارماسيه تسدان هما كيزدوا حتى بنادم غدير له غيبه يديروا سرجم الا ما اتفقوش مثلا يديروا شي فارماسيه الا ما عندهمش جمعيه ولا نقابه يديروا واحد لا فارماسي مجموعه كي مشاركين فيها ما يديروا سرجم شباك يريح فيها هلا ما كاينش البوغ هنا بالدروج ما كاينش كيجي الحمد لله كاين السكاريه كيدور ما كيتعداوش